أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن 108,000 طالب تقدموا للتنسيق للمرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى الآن على موقع التنسيق الإلكتروني. وكانت الوزارة جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من 9 صباحا وحتى 3 ظهرا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني. ويواصل موقع التنسيق الإلكتروني استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حاسبهم الشخصي على مدار 24 ساعة.